مستمرون في نشرتنا وفيها بعد الفاصل. بمشاركة دولية، أربيل تحتضن مؤتمرا لمناقشة تحديات إدارة المياه في كردستان، وشرطة الإقليم تعتقل قرابة 5000 مطلوب للسلطات. نتنياهو يقول أن غزة ستبقى تحت سيطرة إسرائيلية، ووزير دفاعه ينفي نية إبقائها بشكل دائم. المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم جامو وكشمير، وهجوم انتحاري يستهدف قاعدة عسكرية في باكستان.